الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جاياكم الليلة بفكرة بسيطة من إسطنبول اسمها سانكي يدم. سانكي يدم هي فكرة بسيطة جداً، بدت من قصة قديمة حصلت أيام العهد العثماني. كانت بتحكي عن عامل بسيط جداً شغال في محل جم محل بتاع حلويات، فكان كل يوم هو ماشي الشغل وهو وراجع بيشوف الحلويات دي ونفسه بتدخل فيها، لكن دخله ما كان بيسمح له أي حاجة نفسه تدخل فيها إنه يأخذها، فكان بيصبر روحه وبيمشي. بعد فترة أوضاعه تحسنت جداً وبقى لما يشوف الحاجة بيقدر يشتريها، لكن سأل نفسه سؤال بسيط جداً، إذا كنت أنا في الأول بقدر أقاوم أسي المانع شنو؟ فطلع بفكرة جميلة، جاب صندوق وخدتاه، وكل ما يشوف حاجة يكون عايز يشتريها ويقدر يقاومها بشيل ثمنها وبخدتها في الصندوق وبقول له روحه صنكي يدم. استمر بيعمل في الفكرة دي إلى أن توفى. بعد ما توفى زوجته كانت عارفة هو بيعمل في شنو، فلما انفتحت الصندوق لقت المبلغ فيه كبير جدا، ولما انحكت للأهل والأقارب جو العزاء إنه القروش دي تلمت كيف، كلهم زادوا عليها وبنوا له مسجد وسموا المسجد ده صنكي يدم، وهو موجود في اسطنبول إلى الآن. فعشان كده إحنا جايين معاكم الليلة في تيدكس خرطوم 2012 نحيي الفكرة دي من جديد ونقول نفس الجملة اللي كان بيقولها العامل البسيط ده، لكن عايز نقولها بالعربي، عايزين نقول كأني أكلت. طيب في البداية بس عايز أسألكم سؤال بسيط جداً، كم مرة دخلت السوبر ماركت شايل معاك لستة عايز تشتري كم حاجة، وبعد ما طلعتها لقيت نفسك شلت خمسة ولا ستة حاجات زيادة من الأول أنت ما جيت وهي في اللستة بتاعتك، وغالباً اشتريتها بس لأنه عينك وقعت فيها ما عشان حاجة تانية؟ وكم مرة مشيت مطعم كانت نفسك في حاجة واشتريتها وأول ما بديت تاكل منها حسيت إنك خلاص اكتفيت وزي كأنه ما كان نفسك فيها؟ حقيقة علمية عايز أقول عليكم إنه رغبتنا في الطعام مؤقتة جداً، بتبدأ بمجرد ما نشوف الحاجة أو نفكر فيها وممكن تتلاشى طوالي إذا انشغلنا عنها بأي حاجة تانية. عشان كده الفكرة ببساطة، كل زول يجيب صندوق يكتب فيه كأني أكلت، وكل ما نفسك دخلت في حاجة بسيطة أو حاجة ممكن تستغنى عنها شيل القروش اللي كنت حتشتري بها الحاجة دي وقول لروحك كأني أكلت وخد القروش دي في الصندوق. طيب ليه نعمل الحاجة دي؟ لأنه عندنا الدائرة دي بتتكرر طوالي معانا، نفسنا بتدخل في حاجة، بنمشي المطعم، بناكلها وفي النهاية معروف مصيره بيمشي وين. لكن إحنا جايين بمقترح تاني الليلة، عايزين نقول نفسك تدخل في الحاجة، شيل القروش اللي كنت حتشتري بها الحاجة دي، قول لنفسك كأني أكلت، خدتها في الصندوق وفي النهاية أعمل بها حاجة ما تخليك أنت بس مبسوط، تبسط معاك ناس تانين. طيب عشان نعرف إنه الفكرة بتاعتنا دي مفيدة ولا لا، والقروش اللي بتطلع منها هل ممكن تعمل حاجة، عملنا استبيان بسيط جدا، سألنا فيه كم مرة بتتناول طعامك خارج المنزل وفي كل مرة بتدفع كم، والاستبيان ده وزعناه على شرائح مختلفة في المجتمع وعلى أعمار مختلفة، وشوفوا النتائج طلعت معاي. اللون الأصفر ده الناس اللي بيصرفوا من 50 ل 100 جنيه في الشهر في الأكل برا، اللون الأزرق الناس اللي بتصرف من 150 ل 200 في الأكل برا شهريا، واللون الأحمر اللي انتم شايفينه ما ساهل دي ناس بتصرف أكثر من 500 جنيه في الشهر. عشان كده أنا جاي أقول المبالغ الممكن نلمها لو عملنا الفكرة دي ممكن نعمل بيها شنو، ممكن نوديها وين. عندنا في السودان كمية من الجمعيات الطوعية والمنظمات شغالة بتعمل حاجات عظيمة جداً، لكن المنظمات دي محتاجة دعم عشان تقدر تواصل في الحاجات اللي بتعملها، فأنا بس عايز أخذكم في جولة سريعة جداً أوريكم جزء بسيط من أعمالها. عندنا منظمات شغالة بس هي تجاه وجبة الفطور في المدارس، ناس المنظمات ديل يومياً بيصحوا من الساعة 4 صباحاً عشان يجهزوا سندوتشات تتوزع الساعة 9 صباحاً في المدارس، يكاد يكون بيوزعوا أكثر من 50,000 وجبة فطور يومياً في المدارس. عندنا متطوعين شباب وبنات ديل نزروا نفسهم للبنية بتاعت المدارس، بيمشوا بنفسهم يشوفوا الحاصل شنو في المدرسة، بيصلحوا اللي بيقدروا عليه وبيجيروا وبيضربوا بوهية، بيجمعوا الكتب المستعملة من المدارس اللي بتوزع كتب جديدة كل سنة وبيودوها للمدارس الطرفية اللي هي بيكون كل خمسة أو ستة مشتركين في كتاب واحد، ومرات بتصل لأنه لو في عجز في طاقم الأساتذة بيسدوه بنفسهم. ده مش ناس بيستاهلوا مننا وقف الدعم؟
وعندنا كمية من المنظمات يعني حاسة بأنه المرض صعب قدر شنو السرطان الفشل الكلوي خليك من أنه ما يكون عندك تكلفة العلاج ديل يتحملوا كل حاجة بيبدوا مع المريض من رحلة التشخيص بيتحملوا تكاليف الفحوصات بيتحملوا تكاليف العلاج إذا المريض جاي من برا الخرطوم بيوفروا له سكن جوا الخرطوم على حسب قدرتهم وفي النهاية ما بس كده حتى الجانب النفسي ما مهمل أنه بيعملوا لهم أيام ترفيهية كل شهر سواء أطفال السرطان ولا أطفال الفشل الكلوي ولا غيره. أما بالنسبة بصمتهم في رمضان دي حاجة ما ممكن نغفل عنها. بيبدوا يشتغلوا قبل رمضان بشهرين أو ثلاثة بيحضروا الحقيبة الرمضانية بتتوزع على المحتاجين الأرامل والمساكين. ولما نبدأ رمضان بيحضروا حوالي 1000 مائدة إفطار يوميا في رمضان في الدورة الإيوائية للمحتاجين أمام المستشفيات. وبالنسبة أما الأيتام فلأن الدنيا حرمتهم من حاجة كبيرة فالمنظمات يعني بتحاول قدر ما تقدر تعوض عليهم بتبدأ بالكفالة الشهرية بالأيام الترفيهية بالأيام العلاجية وحتى المعاقين والمكفوفين منهم في منظمات قصادهم بتحاول توفر لهم احتياجاتهم بل بتقدر عليهم المسنين دور العجزة احتياجاتهم اليومية زيارات العيد دي برضو ما بيهملوها أما عندنا التبرع بالدم فهم بنظموا حملات مخصوص للتبرع بالدم في الأسواق في الجامعات في الأماكن العامة وإلى الآن في 3 جمعيات شغالة في التبرع بالدم حولت ثقافة التبرع الطوعي في الدم في السودان من 5% إلى 30% قادرين تتخيلوا هم أنقذوا حياة كم إنسان؟ وبس حاجة أخيرة لو شفتوا المنظمات اللي بتشتغل في حفر الآبار في المناطق العطشانة ولو شفتوا بعينكم فرحة الأهالي بطلعة الموية صدقوني حتستغنوا عن أي حاجة عشان تشوفوا الفرحة دي في عيونه الكلام اللي أنا قلته ده جانب بسيط جدا من شغلهم وهي مجرد أمثلة في غيرهم كثير شغالين في شغل كثير حاصل في السودان لكن الناس دي ما حتقدر تشتغل براها لو ما وقفنا معاها ودعمناها بحاجة ففي النهاية أنا جاية أقول إنه الخيار راجع لكم دي كل حاجات في متناول يدكم ما بغلبكم تتحصلوا عليها في أي وقت لكن برضو دي منظمات وجمعيات شغالة لها سنين وعاز تشتغل وعاز تواصل ومحتاجة منكم دعم عشان كده انا جاي اقول لكم انه كاني اكلت فكرتنا دي انا عايز اسلط بيها الضوء على حاجه واحده بس على مبدا انه احنا نضحي بالرفاهيه بتاعتنا عشان زول تاني انا ما بقول ضحوا بالاساسيات ما بقول احرموا نفسكم لكن بس بقول الرفاهيه بتاعتكم ضحوا بيها عشان زول تاني انا عارفه المشاكل كثيره شديد الاسعار ماشيه غاليه الناس مفلسه الناس جعانه الناس عيانه الزحمه شديده اي زول بيعاين بيقول المشاكل الحاصله دي كلها في السودان انا لو خليت حاجه حتعمل شنو لكن احنا جايين الليله نقول يا جماعه نفكر بايجابيه اكثر شويه نكون عندنا ايمان تام انه انا وانت وهي وهو لو كلنا غيرنا تفكيرنا وتصرفنا بايجابيه حنلقى حل المشاكل الحاصله دي وعشان كده كأني أكلت لو ما عملتها هي ذاتها على الأقل أنا عايزاها تلهمك لحاجة فكر معانا شوية شوف حياتك شوف يومك بمر كيف شوف أنت بتبالغ في شنو شوف رفاهيتك وين الممكن تستغنى لنا عنها عشان نقدر نغير احتمال تكون بتتكلم كثير احتمال تكون بتشحن كثير الرصيد بيدخل وبيطلع وما بتعرف ومشى وين في الحالة دي مرة قول لنفسك كأني شحنت وشيل حق الكريت ده وخدته معانا في الصندوق أو احتمال تكوني بتمشي السوق كثير بتشوفي ده بيعجبك وده بيعجبك وده بيعجبك وبتشيلي ده وبتشيلي ده وفي النهاية بترجعي البيت ما بتعرفي توديه وين في الحالة دي أنا بقول لكي لما انت شوفي حاجة أحرمي نفسك شوية وبس قولي كأني اشتريت وشيلي قروش الحاجة دي خدتيها لنا في الصندوق أي زول يا جماعة يفتش عن الحاجة اللي بتناسبه شوف قروشك قاعد تمشي وين شوف بتقدر تدينا منها شنو لكن خليك عارف إنه الحاجة اللي هي رفاهية بالنسبة لك بالنسبة لزول تاني هي أمل في مستقبل مشرق هي بالنسبة له كتاب بالنسبة له تعليم بالنسبة له سد جوع وبالنسبة له رفعة ألم دي الحاجة اللي هي رفاهية بالنسبة لنا عشان كده نطلع من هنا الليلة أي زول يجهز صندوقه يكتب فيه اللي هو عايزه عايز تقول كأني أكلت عايز تقول كأني اشتريت كأني شحنت في النهاية هي كأني فعلت زي ما أنت حابي لكن قبل ما تعمل الحاجة دي يكون عندك إيمان تام إنه تضحيتنا إحنا بالحاجات البسيطة دي الممكن ما نلاحظ لها صدقوني بتدي الناس دي الحياة كريمة وبترسم الابتسامات العريضة دي شكرا جزيلا